الزمن الماضي المستمر. الماضي المستمر يعني ايه الماضي المستمر؟ يعني انا لما اجي اسالك اقول لك انت كنت بتعملي ايه امبارح مثلا الصبح، انا حددت الوقت في الايه؟ في الماضي. هتقولي انا كنت بعمل كذا كذا. ازاي اقول انا كنت بعمل؟ بتتكون من ووز وير والفعل اي ان جي. ووز بتيجي مع مين من الضمائر؟ مع المفرد. ووز بتبقى مع مين؟ مع المفرد. ووير بتبقى مع مين؟ مع الجمع. المفرد اللي هو ايه؟ اي هي شي ات. يبقى لو عندي اي هختار ووز ولا وير؟ ووز. اي ووز. لو عندي هي ووز، شي ووز، ات ووز. طب لو عندي ذي او وي او يو اختار مين؟ وير. يبقى وير بتيجي مع مين؟ الجمع اللي هما ذي ووي ويو. ذي ووي ويو دولت الايه؟ الجمع. والفعل اروح ضايفه للفعل ايه؟ اي ان جي. شي عند هو شي ووز دوينج. ووز اهي والفعل دو رحت ضايفه له اي ايه؟ اي ان جي. بقى ايه؟ بقى دول. يبقى شي ووز دوينج هوم وورك يسترداي ايفنينج. كانت بتعمل الواجب امبارح في الليل او مساء. شي ووز دوينج. يبقى لما اقول لك زمن الجمله هنا ايه هتقولي لي ايه؟ ماضي مستمر. ليه؟ عشان عندي ووز وعندي فعل اي ان جي. الجمله الثانيه زي وير ترافلينج. فين الجزء بتاع الماضي المستمر؟ اهو وير والفعل اي ان جي. وير والفعل اي. جبت وير ليه؟ عشان عندي مين؟ ذي. وذي بتاخد مين؟ وير. يبقى لو عندي اي هي شي ات اختار مين؟ ووز. يا متخلفين ووز. نركز. اي هي شي ات اختار مين؟ ووز. ذي وي يو هختار مين؟ وير. ووز لمين؟ للمفرد. وير لمين؟ للجمع. والفعل هضيف له ايه؟ اي ان جي. يبقى لو عندي ووز او وير وعايز اختار الفعل هختاره في شكله ايه؟ في اي ان جي. عندي ووز والفعل عندي عايز اصححه احط له ايه؟ اي ان جي. عندي وير والفعل عايز اصححه يبقى احط له ايه؟ اي ان جي. طب عندي الفعل في اي ان جي اختار له مين؟ ووز او وير. هعمل ايه؟ هبص على الفعل. لو اي هي شي ات اختار ووز. لو ذي وي يو اختار وير. يبقى ده ازاي اعرف الجمله وازاي التكوين بتاعه اللي هو بيتكون من ووز وير وفعل اي ان جي. اخد بالي بقى من حاجه، لو انا عندي الفعل منتهي بإي وجاي اضيف الاي ان جي بحذف الاي. يعني ميك بقت ميكينج. الاي موجوده؟ لا. يبقى لو عندي فعل في اخره اي وقلت لك ضيف له اي ان جي هتروحي عامله ايه؟ هتروحي شايله الايه؟ شايله الاي. بيك هتبقى بيكينج حذفت الاي. درايف هتبقى درايفنج حذفت الاي. يبقى اي فعل عايزه اضيف له اي ان جي واخره اي بعمل ايه يا حمزه؟ بشيل الايه؟ الاي. ما ينفعش احط اي اي ان جي غلط. تمام كده؟ طيب نيجي بقى ازاي انفي الجمله. انا عندي ووز وواير النفي بتاعهم بحط لهم كلمه نوت زي از ازنت. برضه ووز هتبقى وازنت. وير هتبقى ويرن. مين هينفي الجمله دي؟ هتبقى زي ايه؟ زي ويرن walking to school. They weren't walking to school. يبقى وزنا فيها ايه؟ wasn't. ووزنا فيها ايه؟ weren't. wasn't weren't. wasn't weren't. بحط لها ايه؟ ان ابوستروف في ايه؟ ان ابوستروف في تي. يبقى لو قلت لك عايزه في جمله في زمن الماضي المستمر بحط كلمه نوت مع ووز او ايه؟ او وير. طيب لو انا عايزه اعمل سؤال مين هيعمل لي سؤال؟ سهله خالص. بنروح عاملين ايه؟ مقص. هتبقى ايه؟ هنبدا بمين؟ وير. ذي ووكينج تو سكول. سهله؟ سهله. طيب ناخد جمله كمان. شي ووز ميتينج هير فريندز. مين اللي هيعمل لي سؤال؟ يلا يا بنت اعمل لي سؤال على الجملة دي. اعمل ايه؟ انا عندي شي ووز بعمل ايه زي ما عملت هنا بعكس هتبقى ايه؟ ووز شي واكمل جملتي زي ما هي ميتينج هير فريندز. سهلة؟ اه انا واحدة. خلاص ماشي. اي ايه؟ الاي دايما
happy birthday. Where you working hard. فهمتوا؟ يبقى لو عندي اي بعمل ايه؟ بغير الاثنين. اي بتتحول لايه؟ ليو. ووز بتتحول لايه؟ لوير. يبقى اي بتتحول ليو ووز بتتحول لايه؟ لوير. يعني عشان ما ينفعش طبعا يو مع ايه؟ مع ووز. احنا قلنا ووز بيجي معاها اي وهي وشي وايه؟ ووير بتيجي معاها ذي وير ويو. تمام كده؟ يبقى زمن الماضي المستمر بيتكون was, where, فعل, I, N, G. Again, was, where, فعل, I, N, G. امتى استخدم was؟ مع I, he, she, A. امتى استخدم with؟ They, we, you. لو عندي فعل مبتدئ بإيه؟ بحذف إيه؟ بحذف الإي وأحط الإيه؟ I, N, G. لو عايز أعمل سؤال بعمل إيه؟ بعمل مقص بجيب ووز وير الاول. ووز وير بجيبهم ايه؟ الاول. لو عايزه انفي بحط كلمه ايه؟ نوت. ووز بتبقى ووز، وير بتبقى ويرين. خلاص كده؟ يبقى ده عندي زمن الايه؟ الماضي المستمر. تعالوا نحل عليها بقى. ها يلا معايا هنا. was they washing her dress؟ فستانها. يبقى هنا مين هي؟ شي. يبقى was she. يبقى اول واحده هتبقى شي عشان بيقول لك فستانها هير دريس. the kids wear sleep هحط لها ايه؟ اي ان جي هتبقى ايه؟ sleeping. يلا اللي بعدها. my brother and sister. brother و sister دول مفرد ولا جمع؟ جمع. يبقى wear. Are you working at 7 last night? Are هتبقى ايه؟ Where برضو. What she did هتبقى ايه؟ Doing. اصلها دو بعدين احط الدو اي ان جي تبقى دي او اي ان جي. رقم 5 دي او اي ان جي. What is she؟ she هتاخد مين؟ Was. شوفي كده اللي ما بيحلوش. they were trying هتبقى ايه؟ trying. هضيف لها ايه؟ i n g trying. what are trying حط لها i n g. what are your parents هتبقى where عشان parents جمع. she was played هتبقى playing. هنشيل الايدي ونحط i n g playing. what is he هي هتاخد مين؟ was. he were هتبقى برضو he was. we were having. احمد and كريم are هتبقى where. I sleep yesterday in the evening. I هتاخد ايه من verb to be؟ was. وsleep هتبقى ايه؟ sleeping. يبقى I was sleeping. Where you working احط الورك اي ان جي. يلا الاختيارات. was مين اللي بتاخد was في دولت؟ يو بتاخد was she. لا زي لا وي لا يبقى هنختار هنا ايه؟ شي. ندى was عندي was يبقى ناقص لي الايه؟ الاي ان جي يبقى اختار making. زي تاخد مين؟ where. he wasn't عادي ما ممكن تيجي منفيه عادي. what were they انا اصل الاي ان جي بقى ايه؟ doing. كده حلنا صفحه كام؟ ها 145 كتاب الايه؟ كتاب المعاصر.